بمجرد حلول فصل الصيف تكثف اللجنة المشتركة لحفظ الصحة بجماعة الدار البيضاء مراقبتها لمحلات الوجبات السريعة التي تعرف إقبالا في هذا الصيف، أولى الزيارات لمحل بجنبات شاطئ عين دياب. هذه الزيارة فيها خير كثير الحمد لله، كتنفعنا وكتنفعنا الناس الصالح العام، والملاحظات اللي كيديروا لنا وداك الشيء حتى هما كينفعونا حنا وكناخذوها بعين الاعتبار، كنعاودوا الاخطاء اللي كنديروها ولا شي حاجه كنعاودوا نصحوا، كنكونوا دائما كنزيدوا القدام. معاينة دقيقة للحوم المعروضة وطريقة طهيها وتخزين المواد الغذائية ومدى استجابتها لمعايير السلامة الصحية. فكما لاحظنا انه درنا لهم مجموعه من الملاحظات في مجال السلامه الصحيه، الاهم منها هو انه عدم توفر بعد هذاك المصفات ديال الظهريه ديالو اللي هي لي فيتخ ديال لاهوت اللي تيصفيو هذاك الدخان باش ما يخرجش للبيئه من جانب، ومن هذا من جانب. وكذلك قمنا بمراقبه اصل المواد اللي تيشتغل بها وشفنا لا تراسابيليتي ديالها، استدر الاصل ديالها منين جايه المصدر ديالها. كما تشدد اللجنة المراقبة على زيت القلي وهل يحترم صاحب المحل الضوابط الصحية الملزم العمل بها حفاظا على جودتها من أي تسممات. يعني كناخذوا واحد العينات من يعني من جميع هذا لي دونغي اليمونتير اللي كتكون هنايا، يعني بصفه اللي هي عشوائيه كناخذوها كنصيفطوها للمختبر باش كنتاكدوا من السلامه ديال هذوك المواد الغذائيه واش هي صالحه للاستهلاك او لا. جولة ثانية قادتنا إلى محل خاص بتقديم وجبات مشرقية. حسب اللجنة المحل يستجيب لأغلب الضوابط المعمول بها، لكن ذلك لم يمنع من تقديم بعض الملاحظات حفاظا على سلامة وصحة العاملين. puisque je travaille ici في عين دياب صافي شي 3 ans هكاك، pas mal de fois كنسمعوا بلي بلجانات كيجيو وكيشوفوا لا سيتياسيون ديال لي سناك، كنشوفهم يعني مره في العام. الحل اللي قمنا بمراقبه ديالو، الملاحظات اللي لقينا هو المشكل ديال التهويه، وتذكرنا مع صاحب المحل لاصلاح هذا المشكل باش المستخدمين يخدموا في واحد حاله صحيه جيده. 160 زيارة مراقبة حصيلة اللجنة المشتركة للسنة الماضية في فصل الصيف، مما يتطلب مجهودات أكثر وموارد بشرية أكبر.